شباب صبايا كيفكم؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. المهم أنا اليوم بدي أعمل مقلب بأبوي وإن شاء الله يعجبكم. هو عمل كثير مقلب فينا قوي وآخر واحد كان إني بده يتجوز على أساس، فأنا اليوم بدي أعمل فيه مقلب أجوزه. نشوف هلا. أنا كسبت الفرصة، هو دخل على الحمام، طلعت ركبت الكاميرا فوق، خفيت على الآخر، ما راح مني أبدا يعني. وإن شاء الله ينجح. واستنوا المقلب اللي انا رح اعمله فيه كمان، رح يطلع كتير حلو ورح يعجبكم. انا متفق الله مع صديقتي. ده بتحكي مع الله شو خليكم معنا.
بقول لك انت اخطا بالرقم. انا صح اسمي حسام بس انت بنتك غير شخص، ما انا نمره غلط. لك يا اخي والله ما بدي اغلط عليكي، خلص اسمعي اسمعي لك اسمعي، لا تخليني اعصب واغلط عليكي، ما بدي اغلط عليكي مرة، خلص خليكي محترمة وسكري وخلص لا تتصلي لهون. هلا ايش بدك؟ ايش بدك يعني؟ حليب وحافظات صغار؟ اتأخر على البيت ولا ما اتأخر؟ ايش بدك اعمل؟ هلا هلا اسمعي اسمعي، انا طولت بالي كثير عليكي. ماشي؟ خلص لهون لبقى تتصلي. شلون يعني؟ لبقى تتصلي شي شلون يعني؟ لا لا الله ونعم الوكيل. لك لا انا ابو اولاد بدك تتبلي علي انت، انا ابو اولاد. منين جبتي لو عندك ولدين؟ عندك افوضات وما منين هالكلام انت جبتي؟ بيتك الثاني. بيتك الثاني؟ ايه نعم بيتك الثاني، ولد فرد منه يعني. هاد ولد عم يبكي ابني؟ لك انت جد شيء؟ لك والله بدي اغلط عليك، لك عم بمسك خالي بالزور. لك انت ما بعرف، ما بدي اغلط عليك، والله ما بدي اغلط عليك، خليكي محترمه، ما بدي اغلط. خلص لهون لبقى في التسليم. بدي اغلط ها؟ اسمعي مني خلص، اللي اعطاك هذا الرقم انسيه. ماشي؟ لهون لا تتصلي، لهون لا تتصلي. نمرة غلط. أنا أخاف من مين أخاف؟ أخاف من مين أنت أخاف؟ أنا خوفان؟ لا أخاف من بنتك الثانية جنبك. بالله؟ أنا أخاف من بنتك الثانية جنبي. مين قال لك هذا الكلام؟ ها؟ بالله ما؟ وشلون لك اتجوزت اذا كنت خوفان؟ مرته واولاده؟ مين مرته واولاده؟ مين يعني حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ما لك وين بدي اجي؟ لك انت مجنونه؟ بهيمه؟ حيوانه؟ لا خليتيني اغلط ها؟ لا تتحيواني يا فالي، خلصينا؟ الله معك. نعمة؟ شرب يوم؟ ما في شيء. انت معصب؟ ايش بقى؟ مع مين عم تحكي؟ ها؟ مع مين عم تحكي؟ اسمعي اسمعي اسمعي، بدي اغلط ها؟ بس تكوني بدك تضربيني مثلا او تخوفيني. حتى ما اسكر بوجهي. مرتي. مرتي. شو انا مرتك؟ اسمعي اسمعي اسمعي. مين بدي اغلط ها؟ اللي حد اللي انا ماسك حالي، والله العظيم ماسك حالي. والله ما بشرش حيلك. شلون؟ مين اللي عم يحكي جنبك عم بقول لك مين؟ مين مين انت؟ مين انت؟ انا مرته مين يعني؟ مرته؟ كذابه ابني. اسمعي 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 اسمعي، انت بدك اسمعي ماي هلا وحدك وعندي ولدين، قلت لك وعندي ولدين، ايش رايك؟
جاب الاخرين جدادي فجاه فهمي والله العظيم انا لحد الان ماسك حالي والله العظيم ماسك حالي ما بدي اغلط عليكي والله العظيم خليكي محترمه خليكي محترمة وسكري ولا بقى تصلي ماشي ماشي اسمعي بدي اغلط ها اخليكي مين هاي مين هاي وحدة حيواني ما بعرف فين اعتيارها شو انا اقول مطر شو يعني لا حيواني يا ستي لا حيواني لا خلاص شو مين شلون يعني عم يضرب هيك نازله خلص لا بقى تصلي عم بفهمك ماشي لك كيف ثقة هيك قال لي عن جد قال لي مرتي عمله لك انت مين مصدق علي انت؟ لك لا تقولي جوزك لا بابا انت متجوز؟ لا تقولي لا تقولي جوزك لا تقولي جوزك ما بفهم شيء بالله العظيم بالله العظيم ومن ايه مت بالله؟ من ايه مت بالله؟ متجوزين بالله؟ ليه فهميني؟ من ايه مت؟ شو هذا من الولدين؟ اسمع ولادي؟ مين انتي شو بدك؟ خلص سكر وجهك سكر وجهك خلصنا هذا خلص انا جاب على الصوت يعني خلص شيلها مين هاي؟ ايش بعرف مين خلص ايه بس شلون اكون مرتك عندك ولدين؟ ايش هذا؟ كيف بيكون ما بعرف حدا في الرابع عم تمتز لفتات والهواء عصبت؟ معصب لنا يلا يعني؟ انا فعلا فيه هل انت معصب ولا لا؟ هل انت معصب ولا لا؟ شو هذا؟ طلع هديك طلع بس بعيد شوي بدك نزله او انا بدك نزله براس اغلى شيء عندك والله العظيم عارف براس اللي عندي بعدين لا ما بصير تنزله يا سيدي بدك تنزله طلع حالتنا براس اغلى شيء عندك بتنزله ما بعرف هل المقال هذا عملته فيه لاجل كل المقالب اللي عملوا فيه شيلها والله اوه نجح بابا لهب يا حسبي غلط بابا لهب منيح ما غلط عليك يعني منيح ما غلط سام الصوت الو هاي انا عدتي يا رام عشان نتفق معه عشان المقالب يلا بعدين نحكي ماشي بول يلا اعتذر منك على ابوي بيعتذر منك ما بعرف غلطت يمكن بالكلام ما بعرف عصبت ابوي بيعتذر منك اسف غلطت عليك ما بعرف يلا بول ونجح المقلب